السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الأكارم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من حياة طيبة. تحية لكل الذين يتابعوننا داخل حدود الوطن وخارج السودان. حبابكم عشرة في لقاء جديد، وهذا اللقاء اليوم بيحمل مفاجأة من العيار الثقيل. الشعب السوداني بطبعه شعب مضياف، ونحن اليوم معنا ضيف من خارج السودان من جمهورية شقيقة سنفصح عنها بعد قليل. تناولنا في يوم الاثنين الماضي الحديث عن تبادل الأدوار بين الأزواج، وعندنا كثير من الإشكالات في هذا الجانب. في بعض الأزواج عندهم حكاية أنه يا أخي أي زول يؤدي الواجبات اللي هو اللي عليهم، يعني أنت شغلك في البيت اشتغل في البيت، أنا شغلي في أجيب أكل أجيب شراب أوكي. في ناس حكاية أنه يعبر بكلمة أحبك صعبة بالنسبة له، يعني ولا يصدق إن قلت له أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة. عندهم إشكال، عندهم عيب يأكل مع مرته، في بعض الناس كده طبعا حتى في الصحن يعني، وهذا إشكال. في بعض الناس ما شاء الله يعني في هذا الجانب متفوقين جدا. هناك نساء دوما يجأرن بالشكوى من حكاية أنه يا أخي الرجل كلامه قليل وقليل المشاعر ولا يبادل المشاعر. هل هناك جفاف عاطفي ولا في لغة أخرى عند الرجال لم تفهمها النساء بعد؟ مجموعة من المحاور مطروحة في هذه الحلقة مشاهدي الكريم لضيف هذه الحلقة. في البداية أسعد بحضوركم لهذه الحلقة وبالمشاركة من خلال الأرقام المختلفة التي تظهر أسفل الشاشة، وكذلك على صفحتنا على فيسبوك برنامج حياة طيبة، وكذلك على رقم الواتس. باسمكم جميعا أرحب بضيف البلاد وضيف برنامج حياة طيبة دكتور سمير دهريب، المستشار الأسري ورئيس الاتحاد العالمي للتدريب والإرشاد الأسري. إذا أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور. الله يبارك سعيد فيكم. من الجزائر الشقيق. الله يبارك فيكم الله يكرمكم، وشكرا على الاستضافة في هذه القناة المباركة. معزة خاصة لشعب الجزائر دكتور سمير، ونحن أيضا والله نبادلكم نفس المعزة ونفس الاحترام والتقدير والمحبة المتبادلة بين كل الإخوة المسلمين والعرب، بالخصوص بين الجزائر والسودان، هذه لا تخفى على عاقل أبدا. نعم، الله يبارك فيكم. طيب لك تحية دكتور، ونحن نسعد أن نفتح هذا الملف معك وتحدثنا فيه في حلقة ماضية مع دكتور يوسف إسماعيل عبد الله، والحديث اليوم عن تبادل الأدوار بين الأزواج بالتركيز على جانب المشاعر. في البداية، ما هي الأدوار التي يجب أن نتبادل فيها نحن كأزواج؟ صحيح. نعم. أول شيء إذا تكلمنا على تبادل الأدوار نتكلم على أربع أصناف من تبادل الأدوار. الصنف الأول هو تبادل الأدوار في مستوى الفروق الفردية، ونحن نعلم أن هناك فروق فردية بين الرجل والمرأة. نعم. يعني الله سبحانه وتعالى قال وليس الذكر كالأنثى. نعم. وهذه الفروق الموجودة هي بشعار يختلفان ليتكاملان. عجيب. فالرجل يعني ليس مثل ما نقول ليس صورة إنسانية منفردة، والمرأة ليست صورة إنسانية أخرى منفردة، هو صورة واحدة موحدة كالعملة، ولكن العملة لها وجهان. فنستطيع أن نقول أن صفات الإنسان موزعة بين وجهي العملة، هناك صفات إنسانية يطلق عليها مذكرة، وهناك صفات إنسانية مؤنثة. طيب هذا في البداية، هذا خلق الله، ولكن الله سبحانه وتعالى بعدما خلق الخلق بهذا الشكل من أجل أن يكون التكامل، فنعرف أن كمالات الرجل هي نقائص المرأة وكمالات المرأة هي نقائص الرجل. بعدها أمرنا الله شريعة، هذا خلقنا كونا، وأمرنا شريعة أن نتبادل الأدوار. يعني مثال على ذلك، من لما نتكلم على صفات الإنسان المذكرة، صفات من صفات الإنسان المذكرة العقل، فالرجل يتكلم بالمنطق بالعقلانية بعيد جدا عن الكلام العاطفي. نعم. لا يستطيعه ربما، لا أدري إذا في يعني في ألم في المعدة لما يطلع كلمات عاطفية ولا شيء من هذا. نعم. ولكن صعب جدا أن الرجل يعني يتكلم عاطفي إلا إذا تصنع. هذا التصنع مطلوب شرعا، مطلوب أن الرجل لابد أن يتكلم عاطفيا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أحب أحدكم أخاه فليأته، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني فليخبره أنه يحبه. صحيح. فأمرنا بالإفصاح بالمشاعر، مع أنه هذا يتصنعه الرجل، يعني الرجل ليس بالسهولة يتكلم بمشاعره وبعواطفه. فعليك أنت أيها الرجل أن تحاول أن تخرج من الصفة الإنسانية المذكرة لتتبادل الأدوار وتأتي بصفة مؤنثة وهي صفة الكلام بالعاطفة، في حين أن المرأة خلقت وهي تتكلم بالعاطفة في الأصل. صحيح. وأمرت شرعا أن تحاول أن تتكلم بالعقل والمنطق، وكل هذا مبني على قانون في اللاوعي في العقل الباطن. هذا القانون يقول باختصار أنت تشبهني أنا أرتاح لك. عجيب. أنت تشبهني أنا أرتاح لك. نعم. المرأة التي ترى زوجها يتكلم بالعاطفة، عقلها الداخل ماذا يقول لها؟ هذا يشبهك أنت ترتاحين له، فتنبني الألفة بين الرجل والمرأة ويأتي الانسجام. الرجل أيضا، المرأة أيضا إذا تكلمت بالعقل وبالمنطق
الرجل في العقل الباطن في داخله يقول بقانون هذه تشبهك أنت ترتاح لها، فيحدث التقارب والانسجام والمحبة بين الزوجين. هذا في مستوى مثلا من الفروق. في مستوى آخر مثلا أن الرجل لا يستطيع أن يقوم بعمل واحد، عفوا بأكثر من عمل، يعني الرجل يركز على عمل واحد فقط، لا يستطيع أن يقوم بأعمال كثيرة. فمثلا الرجل إذا كان يشاهد تلفزيون تأتي زوجته تتكلم معه، لا يستطيع أبدا، إما أن يطفئ يغلق تلفزيون ويكلمها، إما أن يكون مع التلفزيون ما يسمع أبدا. ماذا تقول؟ نعم، لأن الرجل تفكيره منطقي تسلسلي. فالرجل إذا فتح فكرة لا يستطيع أن ينتبه إلى فكرة أخرى حتى يغلق الفكرة الأولى. لذلك نصيحة للأمهات والزوجات اللي بتسمعنا الآن، إذا كان زوجك منشغلا بالهاتف أو بالتلفزيون أبدا لا تترك الأبناء عنده أمانة أبدا، لأنه أكيد راح يضيع الأمانة. يعني هم أمامه بس يعملوا تصرفات ما راح ينتبه، ما راح يشوفها أبدا. فالمرأة تتعجب تقول هو أمامك وكسر هذا الكأس أو فعل كذا، يقول والله ما رأيته حقيقة ولا يراه، لأنه مجرد ما يفتح فكرة لا يستطيع أن ينتبه لفكرة الأخرى. لأن طبيعة الرجل في الاستخلاف في الأرض، طبيعة الرجل قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، طبيعة شقاء الرجل وعمل الرجل وتعب الرجل تحتاج إلى الإتقان، والإتقان لا يكون إلا بكل القدرات تركيز العقلية أن تكون في موضع واحد. طبيعة المرأة وهمومها التربوية وانشغالاتها التربوية تحتاج إلى عقل حلزوني يستطيع أن يفكر في أشياء كثيرة في وقت واحد. فتستطيع أنه ابن تراجع له الدروس من بعيد، والابن الثاني ترضعه، والثالث على رجلها ينام، والرابع هناك يعني تحرصه، وعين على التلفزيون وعين في المطبخ، ثم يأتيها اتصال من أخت معينة تقول والله يعني خلي نكلمك بعدين أنا أنت مشغولة، تقول لا أنا ما أعمل شيء، كل هذا وهي لا تقوم بشيء. وتستطيع أن تدير كل العملية التربوية بامتياز، لأنه العقل الحلزوني باستطاعة يتفكر كل شيء في وقت واحد، نعم، وأيضا أن ينسى كل شيء في وقت واحد. نعم. لذلك أقول حتى أختم هذه الفكرة، من حكمة الله أن الرجل لا يحمل والمرأة هي التي تحمل 9 شهور. فالرجل لو حمل 9 شهور ما يستطيع أن ينسى أبدا هذا الألم، ومجرد ما يخرج الطفل أكيد يقتله، هذا إذا رحمه، نعم، أن يقتله، وإلا سيعذبه 9 أشهر قبل القتل. ولكن المرأة سبحان الله، نعم، بلفة حلزونية ترى طفلها بعد عذاب وألم 9 أشهر تراه فتنسى كل شيء. سنكمل هذه الفكرة دكتور إن شاء الله يبارك فيك. لكن عقب هذا الفاصل مشاهدينا الكرام، من ثم نعود لنواصل هذه الحلقة والحديث عن تبادل الأدوار بين الأزواج. خليكم معنا، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في حياة طيبة، والحديث اليوم عن تبادل الأدوار بين الأزواج. ضيفنا لهذه الحلقة دكتور سمير دهريب من الجزائر الشقيقة، وهو استشاري أسري. مرحبا بك مجددا دكتور سمير. الله يبارك فيك. وتوقفنا في مسألة أنه هناك فروقات بين الرجل والمرأة، المرأة تستوعب أكثر من الرجل في كثير من المهام المتعلقة بالمنزل وغيره حتى، والرجل عقلاني يفكر في تفكير منطقي، يعني لا يستطيع أن يخرج من شيء إلى آخر. صحيح. من الفروق الفردية التي ينبغي على كلا الزوجين أن يتفهمها أولا، ثانيا هو مخلوق عليها فطرة ومطالب أن يخرج منها ليبادل الأدوار مع زوجته حتى يحصل هناك انسجام. الصمت غالبا عند الرجل، فالرجل معروف بصمته داخل البيت، في حين أنه أكثر انطلاقا في الحديث مع أقرانه مع أصدقائه، ولكن في البيت يكون صامتا على الغالب. فصمت الرجل وكثرة الكلام إذا نظرنا إلى المرأة مقارنة مع الرجل، حتى تعدادا في الكلمات بتكون أكثر، تكون أكثر بكثير. نعم. نعم أكثر بكثير، حتى قيل أن المرأة تحتاج في 24 ساعة إلى 12,000 كلمة. صحيح. يعني إما أن تسمعها أنت وعلى يسمع الجيران يعني، فأنت اختر لنفسك على كل. نعم. فسبحان الله الرجل عليه بهذا المناسبة، أو كيف يحاول أن يعني يجعل هذا الفرق يدعم الحياة الزوجية أكثر ويبنيها أكثر، على الرجل أن يحاول دائما أن يتكلم داخل بيته، فهو خلق فطرة صامتا ومطالب شرعا أن يتصنع، لأن الحب ممارسات يا جماعة. صحيح. الحب ما يأتينا يعني في ظرف بريدي. نعم. الحب ممارسات، وعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الحب ممارسات. ما هناك حب قبل الزواج، هذه أكبر كذبة نعيشها في مجتمعاتنا. ما يكون قبل الزواج هو إعجاب، ويسمى علميا الوقوع في الحب. والوقوع في الحب هو رومانسي جدا يعني، وهي الأكثر الفترة الأكثر جمالا والأكثر خداعا بنفس الوقت. أكثر خداعا. حتى التصنع موجود حقيقة، ولكن حتى يعني دماغيا في تشريح الدماغ،
الرجل مثلا إذا نظر إلى امرأة وأعجبته ويريد خطبتها، مجرد ما يرى هذه الصورة الخارجية، هذه الصورة سيقارنها بصورة داخلية موجودة في منطقة الدماغ تسمى منطقة البويصلة. منطقة البويصلة يجمع فيها صور كثيرة منذ صغره، يعني شيء من أمه وشيء من خالته وشيء من أستاذته وشيء من امرأة التقى بها في يوم ما، ويجمع صورة للمرأة التي يبحث عنها في المستقبل. هذه الصورة موجودة، فإذا رأى صورة خارجية إما أن يحصل تطابق أو تنافر. إذا حصل تطابق بين الصورتين، هذا المكان البويصلة يرسل إشارات كهربائية، قال بعض العلماء، في الدماغ، وقال هي عبارة عن مواد كيميائية. هذه المواد الكيميائية تنتشر في كل مناطق الدماغ، كل منطقة تصل إليها هذه المادة تكون نائمة تشتغل، بينها المناطق المسؤولة عن نبضات القلب. فالقلب متهم في الحب، ليس هو الذي يحب، نعم. هو يأتيه الأمر من الدماغ يعني. نعم. ونحن دائما نتهم القلب. فنبضات القلب، اتساع حدقة العينين، سرعة يعني الدورة الدموية، وأشياء كثيرة أخرى، سبحان الله، إلا منطقة واحدة كانت تشتغل. هذه المنطقة لما تأتيها الإشارة الكهربية تتوقف عن العمل، وهي منطقة التقييم الاجتماعي. فالمحب لا يرى عيوب المحبوب. يا سلام. وسبحان الله، نجد أن الحكمة من ذلك، طيب منطقة التقييم الاجتماعي كم يعني كم تبقى يعني متوقفة عن العمل؟ قال العلماء ممكن أن تصل إلى سنتين، يعني متوقف سنتين تماماً؟ متوقفة، ما في تقييم، لا يرى. يعني وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كليلة، نعم. وعين السخط تبدي المساوية. فالرضا يجعل هذه المنطقة التقييم الاجتماعي، نعم، لا تعمل. كل الناس يرون عيوب الخاطب إلا من أحبته ومن نظرت إليه أول نظرة حب. ففي الوقوع في الحب، يعني هذه المرحلة لا تفوق سنتين، أقصى ما تعيشه سنتين. في هذه السنتين سبحان الله نجمع حسنات كثيرة، والحكمة أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه المنطقة تتعطل في بداية ما نرى بعض، أننا نجمع حسنات كثيرة بلا أن نرى سيئات. صحيح. فإذا استيقظت هذه المنطقة وصرنا نرى سيئات بعض، كل سيئة نرميها في بحر حسنات، يعني كان عندنا رصيد كبير. ولو كانت هذه المنطقة تعمل في أول يوم، ما في زواج في الدنيا، ما في أحد يتحمل أحد أبدا. لو رأيت عيوبها من أول لحظة تراها فيها وهي رأت عيوبك، لا أحد يقبل بالزواج من أحد. طيب، سنكمل هذه الفكرة، نعم، دكتور سمير إن شاء الله، لكن عقب مشاهدة هذا التقرير مشاهدين الكرام نتابع، من ثم نعود لتكملة هذه الحلقة ونستقبل المشاركات كذلك، خليكم معنا. حياة طيبة. أكدت دراسة علمية أن الرجل الشرقي ليس متعاونا داخل المنزل، ولا يعرض على زوجته المساعدة فيما يخص الأعمال المنزلية. وأعلنت الدراسة أنه تربى منذ الصغر على أن السيدة هي سبب كل المشكلات في الحياة الزوجية، بل أنه يرى أنها المسؤولة عن حلها أو التعامل معها عند حدوثها في أي وقت. وكشفت دراسة اجتماعية أخرى أجراها باحثون في جامعة كامبريدج البريطانية أن الرجال الذين يشاركون زوجاتهم في الأعمال المنزلية من كي الملابس وتلميع الأثاث والأرضيات هم أكثر سعادة من أقرانهم الرجال الذين يحجمون عن إنجاز هذه المهام. ولذلك فإن للمشاركة بين الزوجين فوائد كبيرة، ومنها المشاركة الإيجابية هي الدليل الصادق لشريك حياتك على أن لديك رغبة قوية نابعة من أعماقك في إنجاح علاقتك الزوجية. المشاركة الراقية من أهم أسباب تحفيز دوافع شريك الحياة على مزيد من العطاء السخي وبذل المزيد من الجهد الكبير حفاظا على الميثاق الزوجي. المشاركة الجميلة هي الوسيلة الوحيدة لتفتيح عواطف الوجدان وطاقات الروح في الشريك. المشاركة الفعالة بين الزوجين هي بنك المشاعر العاطفية. حياة طيبة. إذن مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في كل مكان، لكم التحية. تتواصل هذه الحلقة والحديث عن تبادل الأدوار بين الأزواج برفقتنا دكتور سمير دهريب من الجزائر الشقيق، وتكمل لهذا الحديث تعليق دكتور، مرحبا بك مجددا، وتعليق على هذا التقرير. أول أشكركم، يعني التقرير رائع جدا، ووضعتهم اليد على مكامن الداء، نعم،
جزاكم الله خير، يعني وياك التقرير ان شاء رائع الله. جدا، الله يبارك تسلم. فيكم الله يكرمكم. طيب نحن نحتاج الى بنك العاطف لكن سناتي اليه ان شاء الله. نعم، ننتقل الى الجانب النفسي، مساله تبادل الادوار في الجوانب النفسيه، كيف تكون؟ جميل. أول شيء في الجوانب النفسية، أو إن صح التعبير ما نسميها في البنى النفسية، فداخل الحياة الزوجية هناك بنية نفسية للرجل وهناك بنية نفسية للمرأة، بمعنى تختلف عن بنيته النفسية خارج الحياة الزوجية. فلما نأتي إلى ذكر الرجل، نجد أن الرجل يعيش داخل حياته الزوجية في 3 أنواع من البنى النفسية. نجد بعض الرجال يعيش في البنية النفسية للأب، فهو يستمتع بالعطاء ولا يستمتع أبدا بالأخذ، وعادة هؤلاء الرجال دائما يبحث عن امرأة أصغر منه بكثير، يستشعر كأنها بنت أكثر من أنها زوجة، ويعطي ويقدم كل الخدمات، وتجد متعاون في بيته ويعمل أعمال البيت وخارج البيت ويعمل كل شيء، ويريد أن يريحها دائما، وهو يبحث في حياته الزوجية عن طفلة. نجد بعد الرجل ناضج ونجد الرجل طفل. الرجل الطفل يستمتع فقط بالأخذ، وعادة ترى نوع من الرجال في البنية النفسية يحتاج إلى امرأة أكبر منه، إما سنا زمنيا أو أكبر منه حتى من جانب السن العقلي أو العمر العقلي، وهو يحتاج إلى أم في حياته أكثر من حاجته إلى زوجة أو بنت. طيب، من جانب المرأة نجد أن البنية النفسية للمرأة داخل الحياة الزوجية أيضا بنفس ما تكلمنا عن الرجل، إما أن تكون أم أو ناضجة أو بنت. طيب الآن نتكلم على نجاح الزواج. نستطيع أن نجعل من الزواج زواجا ناجحا إذا تزوج الأب مع طفلة صغيرة، البنية النفسية للأب مع البنية النفسية للطفلة، لأنه هو يستمتع بالعطاء هي تستمتع بالأخذ. يا سلام. ولكن شرط نجاح الزواج هو شرط واحد، اللي هو أن الأب الذي يعطي لا يعطي لأن الفتاة تستحق، يعطيها لأنه هو يستحق، حتى لا يشعر بالإحباط يوما ما إذا اكتشف أنه ما تستحق التضحيات، ما في مقابل. نعم. ولكن دائما لا تكرم الآخر، وهذه يعني نصيحة لكل أزواج. بالنسبة للرجل قل لا تكرم زوجتك لأن زوجتك تستحق، أكرمها لأنك أنت كريم. يا سلام. حتى لا تندم في هنا حد. نعم، حتى إذا وجدتها ما تستحق هذا الكرم، دائما أنا أكرمتها لأني أنا كريم، لأنه هذا أخلاقي تفيض من هذا الكأس. وبالنسبة للمرأة نفس الشيء، يعني إذا أحببت زوجك أو إذا يعني سامحتيه في بعض الأخطاء فلا تسامحي لأنه يستحق، سامحي لأنك أنت تستحقين أن تسامحين وأن تعيشي هذا الهناء والمسامحة. طيب، ينجح الأب مع الطفلة بهذا الشرط، وينجح كمان إذا تزوجت الأم مع الطفل بنفس الشرط، أن الأم التي تعطي لا تعطي لأن الطفل يستحق، ولكن تعطي لأن الطفل، لأنه هي تستحق وليس لأن الطفل يستحق، عجيب. حتى لا تشعر بالإحباط يوما ما. واليوم يعني في كثير مكتب الاستشارات تأتي خصوصا النساء، أنا ضحيت من أجل زوجي، أنا فعلت من أجل زوجي، أنا تركت حياتي من أجل زوجي، أنا، في حين أن الرجل نادرا ما يقول أنا ضحيت من أجل زوجتي. نعم. ولكن احنا من خلال التدريب الأسري ما نسعى إليه هو الوصول إلى مستوى الناضج. مستوى الناضج هو تمام تبادل الأدوار، يعني الناضج والناضجة إذا تدرب على مستوى الناضج كيف يستمتع بالعطاء ويستطيع أن يستمتع بالأخذ، صار عنده مثل المصعد الكهربائي، يدخل البيت وجد زوجته ارتقت إلى الأم، فيفهم أنها تريد أن تعيش اليوم دور الأم، فينزل تلقائيا إلى لعب دور الطفل ويستمتع بالأخذ، وهي مدى مستمتعة بالعطاء. إذا دخل اليوم إلى بيته في يوم آخر قال السلام عليكم، وجد زوجته تلعب دور الطفلة، فيرتقي بكل مرونة وبسهولة إلى دور الأب، ويلبي الحاجيات ويسعى إلى خدمتها ويسعى إلى العطاء ويسعى لأن يستمتع بالعطاء، ويجعلها تستمتع بكونها أميرة في بيتها، بنت صغيرة مدللة تعيش مع أب يلبي ويوفر لها كل الحاجيات. من السهل الوصول إلى هذه النقطة؟ والله بالتدريب نصل، بالتدريب نصل إلى الاستمتاع بالعطاء كما نستمتع بالأخذ، وهو عبارة عن تقدير ذات عالي يعني. نعم، يعني التعبيرات دائما عند الرجال وعند النساء إنه ما فاضين، أنا ما فاضي، يعني أجي أنظر وأشوف هل الآن في المرحلة هذه ولا هذه. صحيح. يعني هو القضية يعني أنه ما في وقت، أو يعني هذا سبحان الله شماعة. نعم، يعني شماعة نعلق عليها كثير من الأمور، في حين أنه في وقت للواتساب وفي وقت نضيعه بوسائل أخرى ما تسمن ولا تغني من جوع. صحيح. اليوم يعني من طلب العلا سهر الليالي. صحيح. يعني من يريد سعادة زوجية ومن يريد يعني أن يعيش هنيئ البال مرتاح في أسرته عليه أن يتعب نوعا ما، يعني عليه أن يتعلم خصوصا. طيب ممكن تسألني تقول لي الأسر التقليدية القديمة ما تعلمت ولا تدربت ولا كان في مراكز ولا كان إرشاد، كيف نجحت؟ نقول
كلام جميل أن تقول نجحت، هي نجحت ولكن لم تسعد. الأسرة النموذجية التي نجحت وسعدت هي الأسرة النبوية. يا سلام. فكان النجاح نجاح الطرفين، وكانت السعادة لماذا؟ لأنه لم تكن نجاح طرف على حساب طرف آخر. أما أسرة أبائنا وأجدادنا في الغالب كان ينجح طرف على حساب طرف آخر، يضحي الكثير من أجل أن ينجح الطرف الآخر. وهذا يعني هذا ممكن يكون إشكال الآن إحنا في فهمنا لبعض السلوكيات اللي بتحدث داخل البيت لكثرة الفهم في هذه الجوانب البسيطة الإنسان إذا تدرب عليها. دكتور سمير، نعم، ننتقل للجزئية من الأهمية بالمكان اللي هي مسألة تبادل الأدوار في مسألة الاحتياجات. نعم. لدى الطرفين. نعم. هذا صنف ثالث من تبادل الأدوار يكون داخل الأسرة، ولكن هذا صنف غير محبذ عادة. غير محبذ لماذا؟ لأن تبادل الأدوار على هذا المستوى قد يضر بالأسرة أكثر من أنه ينفعها. ما معنى الاحتياجات؟ الاحتياجات إذا نظرنا إلى الرجل داخل حياته الزوجية ماذا يحتاج؟ نقول الرجل يحتاج إلى الاحترام ويكبر بالإنجازات وبالاحترام. وإذا فقد الرجل إلى إنجاز وإلى الاحترام ينتكس صحيا وينتكس نفسيا. نأتي للمرأة، المرأة ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى العاطفة، وإذا فقدت المرأة العاطفة تنتكس صحيا وتنتكس نفسيا. لذلك نقول للمشاهدين الكرام، بين كل زوج وزوجة هناك بنك يسمى بنك الحياة الزوجية. هذا البنك بنك الحياة الزوجية يصرف عملتين وفيها حسابين، حساب الرجل وحساب المرأة، ويصرف عملتين، عملة الحب وعملة الاحترام. نقول لكل رجل، إذا دخلت بيتك أول شيء تدخله في البيت هو البنك، اذهب إلى رصيد زوجتك واملأه بالحب. يا سلام. بعدها اذهب إلى رصيدك تجد رصيدك مملوء بالاحترام، لأن المرأة هذه الأدوار. نعم. لأن المرأة مضطرة أن تحترم من يحبها، والرجل سبحان الله مضطر أن يحب من تحترمه. لذلك نجد حب الرجل لأمه بلا تقدير وبلا حساب لا يمكن أن يحصى. صحيح. لأن الرجل يحب أمه لأنها احترمته بلا شروط، وهو عندها يعني أمثل رجل في العالم. ونجد أن المرأة تبقى دائما رغم زواجها وأولادها دائما تكن كل احترام لوالدها لأنه أحبها بلا شروط. لذلك نقول رسالتنا لكل زوج يسمعنا، إذا قل احترام زوجتك لك معناه قل حبك لها. زدها في الحب، العب هذا الدور تزيدك في الاحترام. ونقول للمرأة، إذا قل حب زوجك لك معناه قل احترامك له، احترميه أكثر سيحبك أكثر. إذا نظرنا مثلا في العالم العربي، لما نتكلم على متوسط عمر الإنسان الرجل والمرأة، نجد أن الرجل متوسط العمر 72 سنة تقريبا. نعم. المرأة 78 سنة، يعني تعيش بعد 6 سنوات بعد قتله. تعيش 6 سنوات. طيب لماذا المرأة تعيش أكثر من الرجل 6 سنوات؟ علميا الرجل بعد ما يصل إلى التقاعد ما في إنجازات، ما في احترام يشعر به. سبحان الله. يحبط وينتكس حتى صحيا. المرأة تبحث عن العاطفة، فهي صارت الآن جدة وأحفادها يقبلون رأسها ويدها ويتبركون بها ويسلمون عليها، فالعاطفة دائما موجودة. ولكن إذا نظرت إلى الشيخ الكبير تجد العصا في يده، ما يترك أحد يقترب منه. صحيح. ما يحتاج هو احترام، فإذا فقد احترام ينتكس صحيا ونفسيا، حتى الشيء هناك من العداء. طيب دكتور، إن شاء الله سنكمل هذه الجزئية لكن عقب هذا الفاصل. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل من ثم نعود لنواصل هذه الحلقة ونستقبل كذلك مشاركاتكم عبر الجسور المختلفة، خليكم معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مجددا في حياة طيبة، والحديث عن تبادل الأدوار بين الأزواج برفقة دكتور سمير دهريب من الجزائر الشقيق وهو استشاري أسري. إذن مرحبا بك دكتور مجددا، وتوقفنا في مسألة أن المرأة تعيش أكثر من الرجل عندنا في وطننا العربي على بخمس سنوات تقريبا، ما السر في ذلك؟ جيد. السر قلت أنه المرأة تحظى بالحب في كل مراحل حياتها، والرجل إذا فقد الإنجازات بعد التقاعد بعد ترك العمل ما في إنجازات يومية بيقوم بها، فينتكس صحيا ونفسيا. الآن سؤال المهم لكل امرأة تسمعنا الآن، تقول أنا أريد أن أحترم زوجي حتى أحظى بالحب، كيف أحترمه؟ فنقول باختصار، وأنا أحب يعني أن المعلومات دائما أجمعها في بعض الكلمات حتى تسهل على حفظها أو يسهل حفظها للناس، فأقول للمرأة، إذا أردت أن توصل رسائل الاحترام لزوجك فعليك أن تجمع القمح وتحذري من النمل. تجمع القمح. اجمع القمح واحذري من النمل. عجيب. القمح، ما معنى القمح؟ الكلمة الأولى في القمح الحرف الأول قاف، القبول. أن تقبليه كما هو، لا تحاول أن تغيريه، وهذا أصل الاحترام. طيب تقول ولكن عنده سلبيات، نقول يعني ليس هناك بشر ما له سلبيات. صحيح. الكمال لله، والعصمة دفنت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنت لا تطلبي علي إلا إذا كنت أنت فاطمة. صحيح. فإذا عجزت أن تكوني فاطمة بنت محمد فهو يعجز أن يكون علي بن أبي طالب.
هذا التعادل. هذا التعادل. إذا نعم. معناه أن تجمعي القمح، أول حرف هو القبول، أن تقبليه كما هو. طيب في عنده سلوكيات سلبية، فرقي بين الشخص والسلوك. أنا أقبل هذا الشخص كما هو وأكره هذا السلوك، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أحسن من فرق بين الشخص والسلوك. جيء برجل يشرب الخمر، مش في 2018، يشرب الخمر في عهد النبوة والقرآن ينزل والصحابة موجودين، وكان الصحابة يجلدونه على شرب الخمر أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فلعنه أحد الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فوالذي نفسي بيده إنه يحب الله ورسوله. الشخص محترم ومقدر، سلوك شرب الخمر يعاقب، ولكن فرق بين الشخص والسلوك. حتى قصة المرأة التي يعني وقع دمها على ثوب خالد لما كانت ترجم، فسبها خالد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبها يا خالد فلقد تابت توبة لو قسمت على أهل الأرض لوسعتهم. في رواية لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. الشاهد من هذا اجمعي القمح واحذري من النمل. القاف القبول، الميم في جمع القمح هي المدح، والرجل يكبر بالإنجازات، كلما مدح كلما يعني شعر بطاقة كبيرة للإنجاز أكثر. ممكن نتصنع في هذا الجانب حتى؟ ممكن جدا. إنما الحلم بالتحلم، يا سلام، وإنما العلم بالتعلم، والصبر بالتصبر. صحيح. وكذلك يعني أحيانا في البداية يكون هذا الشيء متصنع، ولكن سبحان الله بعدها يصير عادة سلوكية نمارسها في البيت يوميا. يا سلام. والرجل يحتاج إلى المدح ويحتاج إلى الإنجاز في بيته. اليوم من خطأ بعض النساء أن تفعل كل شيء في البيت، ما تترك للرجل شيء ينجزه. يعني تدهن البيت وتأتي بالمصلح وتأتي بالبناء وتفعل كل شيء في البيت، الرجل يعني يأتي يجد كل شيء جاهز. ماذا يفعل الرجل؟ لا إنجازات. ولما يفتقر الرجل إلى الإنجازات يعني يتعب نفسيا ويصير أبعد ما يكون من هذه الزوجة، لأن وجوده معها لا يشعره بأنه قدم لها خدمات معينة. والمرأة الذكية في حياتها الزوجية هي المرأة التي لا تحرك طاولة مثل هذه، تنتظر الأسد حتى يأتي مساء. يا سلام. فإذا جاء زوجها قال والله فيك تساعدنا في هذا الأمر، قال يعني ما يمكن تمسط، قال ماذا نفعل نحن من دونك. الله. فإذا حركها مدحت سلوكها وكأنه ما شاء الله صعد إلى القمر ورجع يعني، وهي طاولة وهي شيء بسيط يعني. يا سلام. ولكن بذكاء معين نصل إلى المدح. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعدل السلوكيات ليس من خلال النقد، النقد يهدم النفوس، يحطم. نعم. المدح يبني النفوس. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمر أن يقوم الليل ما نقده، قال نعم العبد ونعم أسلوب مدح لو كان يقوم من الليل. قال عبد الله بن عمر فما تركت قيام الليل بعدها. حافظ تحفظ تعديل سلوك عن طريق المدح. إذن القاف القبول، الميم المدح، والحاء الحب. أحب صفاته، أحب كرمه، أحب كل شيء، وركزي على الصفات الجيدة فيه. إجماع القمح، قاف قبول، ميم مدح، وحاء حب. بعدها احذري من النمل، احذري من النقد، واحذري من المقارنة، واحذري من اللوم. النون والميم واللام، احذري من النقد، من المقارنة، ومن اللوم. نأتي الآن إلى الرجل الذي الآن هو ينتظر دوره، الآن يتساءل. صحيح. قال أنا أريد أن أحب زوجتي حتى أحظى بالاحترام، ماذا أفعل؟ نقول له أنت عليك أن تحاول قدر الإمكان أن تتكلم بلغات الحب. كيف؟ الحب بالمناسبة بين الزوجين ليس لغة واحدة، وهذا ربما يجهل الكثير اليوم من الأزواج، يظنون أن الحب لغة واحدة. تأتي الزوجة تقول زوجي لا يحبني، نحن نبشرها كاستشاريين، نقول زوجك يحبك ولكن بلغة لا تفهمينها فقط. ولكن الحب خمس لغات. أول لغة وهي أكثر انتشارا عند المرأة هي لغة الكلمة، فالمرأة الغالب تتغذى بلغة الكلام، تحتاج إلى يعني تعبيرات. نعم، تحتاج إلى تعبيرات، تحتاج إلى الكلمة. وهذه اللغة كان النبي صلى الله عليه وسلم يمارسها، وكان يدعو إليها، يدعو إليها بحيث أنه قال إذا أحب أحدكم أخاه فليأتي فليخبره أنه يحبه. طيب زوجتك هي أختك في الله قبل الزواج، وصارت بعد ذلك أولى. نعم، وهي الأولى بهذا الحب. نعم. في حين نجد أن بعض الرجال يوزع كلمات الحب على كل أصدقائه وأحبابه، حتى إذا التقى شخص حتى التقى شخص في المسجد أول مرة بعد ما يتم صلاة يقول والله أني أحبك في الله. طيب يا أخي أحب زوجتك ولو في الله، يعني اجعلها أختا لك. نعم. وأحبها. صحيح. وعبر عن هذه الكلمات. نعم. إذن أول لغة وهي أكثر انتشارا عند المرأة هي لغة الكلمة. اللغة الثانية هي لغة الهدية. النبي عليه الصلاة والسلام قال تهادوا تحابوا، علمنا أن الهدية تبني حب. وبالمناسبة نقول أن المرأة ليست متكلفة في الهدايا، والرجل الذي يظن أن المرأة متكلفة في الهدايا هذا رجل لا يفهم المرأة. يعني ما المرأة متكلفة سمينة في العاطفة. يعني كل هدية صغيرة إذا كانت مصحوبة بعاطفة وبكلمة طيبة وبابتسامة وبلغة جسد فيها إقبال على الآخر صارت هذه الهدية أثمن ما يكون.
الهدية الثمينة إذا كانت مصحوبة بعبوس وكانت مصحوبة بلغة جسد غير مناسبة للهدية وكانت مصحوبة بكلمة سيئة، صارت هذه الهدية أرخص ما يكون. يعني ممكن نفشل هذه الهدية بسبب سلوك معين جيد. يعني مثلا خذيها من الشنطة أو أنا جبت لك شيء جيد. جيد. يعني أنا مرة في أخ حضر معي دورة وكان ما شاء الله عليه، يعني كان مقاول وعنده أمواله، فأنا تكلمت عن التجديد في الحياة الزوجية أنه تعطي هدية جديدة، فقال أنا والله من أعلى شيء لأصغر شيء، يعني من أطقم ذهب إلى يعني سجل شقة باسمها إلى سيارة، ماذا أفعل؟ ما وجد شيء جديد. قلت هل حدث مرة أن أهديت إليه حجرا من الأرض؟ قال حجر، هل يمكن يكون حجر؟ أنا أتكلم عن شقة عن كذا. قلت الحجر شيء جديد، ولكن ما يصحب الحجر هو المهم، الكلمات. قال طيب أنا ماذا أقول مع الحجر؟ قلت له خذ حجر من الأرض واذهب إلى البيت وقل لزوجتك أنا أحبك كثيرا وفكرت في هدية أهديها، فما وجدت إلا أني أهدي لك الكرة الأرضية، ما أستطيع أن أحملها، فجئتك بحجر منها. يا الله. يقول والله، يقول زوجتي تبكي وتقول هل تحب لهذه الدرجة؟ الله. قال لي والله ما رأيت سعادة حتى لما اشتريت شقة وحتى لما أعطيتها سيارة، كانت سعادتها بالحجر الله. كانت أكبر، لأن المرأة متكلفة في العاطفة، متكلفة في الكلمة، وليست متكلفة في الماديات. هذه طبيعة المرأة. نأتي إلى لغة ثالثة مهمة جدا. يعني في بعض النساء تقول أنا أتمنى زوجي أن يخبرني بحبه واشتياقه، يعني لغتها لغة الكلام. في بعض النساء تقول لا أنا زوجي يعني الكلام وحده ما بينفع، يعني هي لغتها لغة الهدية. صحيح. يعني تتمنى أن يدق الباب برجليه لأنه يديه مملوءتين بالهدايا. عجيب. وهي لغة محترمة جدا والنبي أخبر بها. في لغة ثالثة وهي لغة القرب، وهي أكثر انتشارا عند الرجل، يعني القرب الجسدي، العلاقة الموجودة بين الرجل والمرأة، والرجل يعبر أحيانا عن حبه من خلال هذه العلاقة. لغة رابعة وهي مهمة وهي لغة الوقت. بعض النساء تقول أنا مشكلتي مع زوجي أنه وقت كل الأصدقاء، وقت كل العمل، ما يعطينا وقت أبدا. يعني هذه المرأة أعلى لغات موجودة عندها هي لغة الوقت، وهذا يكفي الرجل فقط أنه في بعض الأحيان يغلق هاتفه ويتخلص من كل مواعيده ويجلس مع زوجته يعطيها كل الوقت، فتشعر بأنها أحب الناس إليه. إذا نحن بحاجة إلى فهم من، يعني ما هي اللغة التي تحتاجها زوجتك. تمام تمام. لذلك الرجل الذي يسمعه نقول له عندك خمس لغات، طبق على خمس أيام ثم لاحظ زوجتك، أرهف حواسك وقل أي يوم كان عندها أسعد. هنا قد وصلت إلى اللغة المباشرة، فإذا احتجت إلى إيصال الحب مستقبلا تعرف الطريق السهل والقناة التي توصل الحب ورسائل الحب إليها بسهولة. قلنا الوقت هي اللغة الرابعة، واللغة الخامسة هي المساعدة والمبادرة بتحمل المسؤوليات. يعني والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمارس هذه اللغة، يعني يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، كيف كانت؟ سئلت عائشة كيف كان؟ قالت كان يخصف نعله ويحلب شاته ويكنس بيته، والعجيب قالت كان يفعل ما يفعله الرجال. يعني هذه من صفات الرجل، من صفات الرجولة. اليوم نحن في مجتمعاتنا للأسف كثير من المجتمعات العربية تعد أن الرجل الذي يخدم في بيته هذا نقص في الرجولة. عجيب. وتمام الرجولة عندهم في وقت النبي هو الرجل الذي يخدم بيته وكان في خدمة أهله. قالت فإذا قامت الصلاة قام كأنه لا يعرفنا. يا سلام. نعم. فهذه اللغات نجدها موجودة عند شخص واحد والنبي عليه الصلاة والسلام. عند باقي البشر تجد لغتين وتفتقر إلى ثلاث لغات أخرى، ولكن يستطيع الإنسان أن يكتسبها من خلال التصنع، من خلال التكلف، أن يكتسب هذه اللغات، ولا يعدو أن يكون لزوجتك لغة واحدة من اللغات الخمس. تكلمنا عن لغة الكلمة وهي الأكثر انتشارا عند المرأة، لغة الهدية وهي يعني موجودة عند الرجل والمرأة، تكلمنا ثالثا عن لغة القرب الجسدي، وتكلمنا عن لغة الوقت، وأخيرا عن لغة المساعدة والمبادرة. نعم بالتأكيد إذا طبقنا هذا ما حتكون عندنا إشكاليات. صحيح. دكتور سبيل. صحيح. طيب الحين نأتي إلى جزئية أخرى، كثير من المشكلات تحدث داخل الأسرة دكتور سمير ويستصعب علينا الحل، كيف يكون تبادل الأدوار؟ يعني كل واحد مرات يتمركز حول ذاته ويشوف نفسه أنا الذي لا أقبل في نفسي ولا خدش. صحيح. تبادل الأدوار عند المشكلة أيضا هذه مهارة نحن بأشد الحاجة إليها في بيوتنا اليوم، بخصوص أن كل مشكلة تقع بين الزوجين سبب المشكلة هو أن كل واحد منهم ينظر من وجهة نظره ويعتقد أن ما يراه هو الحقيقة المطلقة. طيب خلينا نتفق أول شيء أنه ما في حقيقة مطلقة إلا في القرآن. صحيح. ما دون القرآن الكريم هو حقائق، هو زوايا نظر. أنا أرى أن الحقيقة معي لأني أنظر من زاوية معينة وزوجتي تنظر من زاوية أخرى، فيكفي في تبادل الأدوار عند هذه الحالة أن أقف أنا من كرسيي وأجلس في كرسي الآخر لأرى العالم من وجهة نظر أخرى، لأرى الحقيقة أن له زوايا متعددة. قد يتنوع الصواب
الحقيقة ليست واحدة، قد تتنوع من شخص لآخر، لأن كل واحد منا ينظر إلى زاوية معينة ويعتقد أنها الحقيقة. وهذا موجود يعني أدل عليه في القرآن الكريم وحتى في السنة النبوية وفي السيرة، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتبادل الأدوار، يعني حتى في قصة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم صار يلعب دور العالم وجبريل يلعب دور المتعلم، يسأل ويجيب، قال فعجبنا له كيف يسأله ثم يصدقه، صحيح. يعني في نفس الوقت صحيح. وكانوا يلعبون الأدوار أمام الصحابة، والهدف هو إيصال رسائل معينة. وحتى نجد أنه يعني في القرآن الكريم آيات تكلمت عن لعب الأدوار، يعني سبحان الله في الأسر النبوية، ولعب الأدوار عند المشكلة مهم جدا، بحيث أنه الإنسان يكون في البداية يعتقد أن الحق معه 100%، فإذا انتقل إلى الزاوية الأخرى رأى أن الحق معه 50% وللآخر وجهة نظر أخرى. ممكن نترجمها في قصة، يعني لما أرسلت أم سلمة يعني بذاك الصحن إلى النبي صلى الله نعم. عليه وسلم نعم. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم مكانه، فقال غارت أمكم، يعني ما عقب في نفس الوقت وهكذا، يعني سبحان الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هنا ما استعمله من مهارة، أنه قسم الفعل الإنساني إلى ثلاث أقسام. الفعل الإنساني نحن مجرد ما نرى الفعل نقول هذا فعل ونعاقب الفعل، ولكن هذا الفعل فيه أول شيء دافع، وبعد الدافع فيه مثير، ثم في استجابة. فكان الدافع هي الغيرة، والغيرة موجودة في النساء صحيح. وكان المثير هي قصعة حفصة التي تعمدت إرسال القصعة في ذلك الوقت حتى تغيظ جارتها، وكان الاستجابة هي كسر القصعة، فلو حاسبها على الاستجابة لظلمها، ولكنه نظر إلى الدافع، وبعد النظر إلى الدافع اللي هي الغيرة، طيب هو اعتذر لزوجته، ويحتاج إلى أن يعتذر إليها أيضا من ضيوفه، فقال لقد غارت، لم يقل زوجتي، قال أمكم، فإن اعتذرت لها أنا أو عذرتها كزوجة فاعذروها أنتم كأم. طيب نواصل دكتور ونأخذ هذا المتصل. مرحبا إسراء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا إسراء، أديك العافية، تفضلي. تحيلك يا أستاذي، تحيلك ضيفت معكم، وتحيلك كل الأخوة في الكنترول. تحية لك يا إسراء، دكتور سمير بحيك، تفضلي. الله يبارك. طبعا مثلا كنت أخذت بين الزوجين، طبعا حاجة مهمة جدا، أنا بشوف وعبد يوري لو طبقت من الموضوع، لكن بشوف يعني الحاجة دي بين الزوجين حاجة مهمة، من ناحية إن الواحد يعني في مسار اللي زوجته يعني المفروض حتى في كلامه، أو يعني أنت حتى الواحد لما تقدم كوباية عصير لزوجة أو حاجة زي دي، الواحد لو قال لها شكرا برضه يعني مهمة جدا، لكن الواحد فينا عندنا هو يقول شكرا، ولا حتى لو اتصل في وسع في حاجه مهمه. الحاجه الثانيه يا استاذ يوسف، برضو انا عندنا احنا هي برضو في الزوجات، الزوجه لما زوجها يجيب لها حاجه والله يعمل لها حاجه، ما تحاول حتى هنا تعاين في وسط وتتكلم، ولا تحاول حتى هنا تقول شكرا، دي كلها من تبادل الاجواء، تبادل المسائل بين الزوجين. بس نحن ما بنلقى غير حاجه واحده بس، الانتقاد، لما يعني لو عمل حاجه بتنتقد، ولو عمل الحاجه هي بينتقد، لكن لا يوجه رساله فظيعه. انت بتعرفوا تنتقدوا بعض، المفروض تعرف واحد فيكم يذكر الثاني، الواحد يكون حتى يحاول يعبر، لانه بالذات الجوان كان بالذات الزوج المفروض يحاول يعبر بقدر الامكان، الناس يقول احنا ما بنقدر نعبر، اما قاعدين لما نلقى بعض الزوج المساعد، لكن انا بقول الحاجه دي خطا، لو انت عينت فلوس او ابتسمت له، انت فكرت على شغل البيت، انت كده عملت معروف، حاول تقول لها كلمات جميله بقدر الامكان، لانك لو قلت كلمات جميله شغل البيت كنت خير، كل يعني التعب كله حتحاول تنساه. نفس الغدر يقول أنا بدل أنت تقول يعني كل حاجة ولا حاجة زي دي ما هذا كنا عاوز، لأن بتشوف كل دي المريض إلا، لكن لما تذكرية وتتسمي جوزي تقول له عم طيب خلاص تشتغل كل حاجة أنت، ولا كل حاجة أنت نعمل حاجة مفيدة. شكرا جزيلا. شكرا إسراء. لكن تحية معنا أم محمد من كندا، مرحبا بك، السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا أم محمد، يديك العافية، تفضلي. شكرا برنامج الهالي، وشكرا على الضيف من الجزائر الشقيق. تسلم يا أم محمد، تفضل. أنا بس عندي برضو مداخلة بس بسيطة شيء تفضل. فأنا بشوف إنه زي ما هو قال، فعلا القبول من أكثر الأشياء بتخلي الحياة متوازنة بين الأزواج، وهذا ما يحدث بينه وبين زوجي تحديدا، يعني دائما بنقبل بعض في كل الأشياء، وبكون دائما في حوار وكذا. من الأشياء اللي أنا عايزة أضيفها، ما عايزة أزيد على كلام الدكتور، يعني ما شاء الله أوفى. نعم. فأشياء مثلا المرأة مرات بتقول مثلا الرجل بيطلع برا كثير وما بيقعد كده، أنا بشوف إنه المرأة عندها هوايات تانية، ما شرط تنتظر الزوج لما يجي، يعني ممكن تقضي نفسها في أشياء أخرى وتستفيد. وحتى أنا مثلا شخصيا يعني ما أحيانا عندنا مثلا في الحوار أولاد وكده وكل شيء بنتونس معاه هو شخصيا، لكن مرات يعني مثلا الأولاد
يكونوا عايزين يتكلموا مع ابوهم ياخدوا ويدوا في الكلام. انا مرات بكون كلنا قاعدين مع بعض بس انا بنسحب باخذ مجالي لوحدي، يعني باخذ يعني راحه شويه بكون اليوم كله مع الاولاد. نعم. فبخليهم مع ابوهم شويه ياخذوا مساحه ويتونسوا وياخذوا راحتهم وكذا، وبجي ارجع ثاني اخش اذا في موضوع ممكن اتناقش. يعني مو احيانا هم بيتناقشوا في كوره، بيتناقشوا في مرامي، بيتناقشوا في سياسه، فانا مرات في مواضيع مثلا ممكن توجع لي راسي فبقوم بنزل. في بعض الاخوات يا ام محمد في الجانب ده يعني ممكن تجيهم غيره حتى من اولادهم، يعني للاسف الشديد يعني لو حست انه زوجها منشغل مع اولاده اكثر ممكن يعني تتضايق، يعني حتى لو ما عبرت مباشره. نعم. بتحصل. انا حتى عندي صحباتين مرات لما يستشيروني ولا بتونس مع بعض ولما اتكلم فانا بقول لهم يا جماعه في اشياء يعني احنا لازم اول حاجه نقبل الرجل، ما في حاجه اسمها حتى تغير عيوب بتاع الشخص. كلنا عندنا عيوب سواء كان الرجل او المراه، لكن كوننا زي ما قال الدكتور يعني احنا نقبل الشخص كما هو، انت ذلك لما تقبل نفسك اول وتقبل نفسك الثاني بتقدر حتى في المجتمع تتعامل مع الناس بصوره اوسع. صحيح. فانا ده من رايي، انا شايفه غايته ما عارفه، لكن المرأة مفروض تأخذ نفسها مساحة شوية. في هوايات كثيرة جدا، في هواية القراءة، في هواية حتى أنا مرات مثلا زوجي لما أعمل طبخة وتعجبه يشجعني أن أعمل حاجة ثانية. حتى مرات بيأكل مثلا حاجة يقول لي مثلا جميلة جدا وكذا، أنا بقول بضطر أعمل حاجة ثانية بقول عشان عشان تنالي ثناء أكثر ورضا أكثر من زوجك. كلام جميل. أيوة محمد. المرأة فعلا بتحب الحاجة دي زي ما أنا كمان. أنا كمان برضه زي ما أنا بحبها بنفس المستوى بشكر، يعني بشكر الحاجة إذا وعايزة مقابل حاجة بسيطة بدون. ايوه انا مش كده، انا اصلا بعلم اولادي كمان كده غير انه كمان زوجي، يعني انه انا بتعامل معه بنفس الصوره انه انت اعمل الحاجه انت اللي المفروض تعملها مش انا اعملها عشان القى مقابل او مدح زياده. ممكن هو المدح طبعا جميل ما في اثنين ثلاثه، لكن عشان ما تنكسر نفسك بعدين اذا ما لقيت في مقابل فالافضل انك تعملي لله. بالتاكيد. شكرا يا محمد. بشوف يعني. شكرا. شكرا كثير وجزاك الله خيرا. شكرا لك. مع السلامة. تحية أم محمد من كندا، شكرا جزيلا. نتواصل بمشاهدينا الكرام لكن عقب هذا الفاصل نكمل هذه الحلقة، خليكم معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في حياة طيبة، والحديث اليوم عن تبادل الأدوار بين الأزواج. تحية لكل الناس اللي بتتابعنا والناس اللي شاركتنا. إذا مرحبا بك دكتور سمير الحريب مجددا. تعليق على المكالمتين أخوتنا إسراء، ركزت على مسألة الشكر والثناء حينما يقدم الزوج هدية، وتكلمت عن مسألة كذلك الانتقاد المتبادل بين الأزواج بنفلح فيه أكثر من أنه نمدح ونثني. يعني صحيح. على ماذا تركز؟ أنت ما تركز عليه أنت ما تعيشه، هو ما تعيشه. فعلى الغالب نقول أنه قانون التركيز قانون له أثر كبير في الحياة الزوجية. المرأة التي ما في زوجها إلا في إيجابية واحدة وكل سلبيات، ذكاء هذه المرأة إذا ركزت على تلك الإيجابية كل نقطة في الكون تركز عليها أنت تعطيها قوة وانتشار، ستنتشر وتكبر هذه النقطة لتغطي كل السلبيات الموجودة، فما ترى أحسن من زوجها مع أنه لو نرى سلبياته نرى كثيرة. بالمقابل المرأة التي ما في زوجها إلا سلبية واحدة وله مئات من الحسنات، إذا ركزت على تلك السلبية ستكبر وتنتشر وتغطي كل إيجابيات هذا الرجل. إذن أنت على ماذا تركز؟ لابد أن ندرب عقولنا على دائما التفاؤل، على التركيز على ما ينفعنا، على التركيز على ما يسعدنا. ونحن اليوم للأسف في زمن أكثر ما نعاني منه، قديما كان نعرف مرض هشاشة العظام، اليوم نعاني من هشاشة نفسية، هشاشة مشاعرية. يعني اليوم باستطاعة المرأة أن تعطي عواطفها حتى لمسلسل تلفزيوني وتبكي معهم وتسعد معهم، وعندنا قابلية كبيرة للحزن ولتلقي الأخبار السيئة. صحيح. يعني لو تسمع أن زوجها فعل شيء سيء مثلا تتلقى الخبر بسرعة ويصير مأتم بدون ما تتريث، ولكن لو تسمع أن زوجها عمل أشياء إيجابية فنرفض هذه، يعني كأنه عندنا ميل إلى الحزن. حتى يعني اليوتيوب تجد المقاطع المضحكة نسبة مشاهدة فيها قليلة. يعني المقاطع التي تتكلم عن الحزن ولن تستطيع أن تمسك عينيك من الدموع هذه ملايين من المشاهدات. يعني صار عندنا إقبال للأسف على الحزن، مع أنه القرآن الكريم دعانا إلى السعادة. صحيح. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه أمرا بأن لا يغتاظ من الناس وأن يسعد بنفسه. قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يعني تقتل نفسك من أجلهم إن لم يكونوا مؤمنين. هم اختاروا أن لا يكونوا مؤمنين، فاختر أنت لنفسك السعادة لأنك مؤمن. وربما من هذا الكلام ننتقل إلى الأخت أم محمد صح من كندا. هي ركزت على كم دور من كندا أم محمد من كندا، اللي هي مسألة القبول والحوار، وحتى في وقت يعني غياب الزوج ممكن أن تشغل المرأة نفسها. جميل جدا جميل. يعني تكلمت على أمور دقيقة جدا في الحياة الزوجية، من بينها أنه يعني هناك حروف جر أو حرفي جر في جملة واحدة، التغيير بين حرفي الجر
يعطي سعادة رهيبة في الحياة الزوجية. لو. واستعمال حرفي الجر بصورة خاطئة يعطي تعاسة كبيرة في الحياة الزوجية. يعني نقول للمرأة عيشي لي حرف جر لنفسك مع زوجك مع حرف جر آخر. صحيح. هذا الترتيب الصحيح، هذه مبدأ الحياة الزوجية، شعار عيشي لنفسك مع زوجك. يعني مارسي هواياتك الشخصية، لا تخنقي زوجك عاطفيا، عيشي كل شيء لنفسك، أحبي نفسك أكثر من تحبي زوجك، اخدمي نفسك، ارعي نفسك، استمتعي بالحياة ثم مع زوجك. ولكن أغلب الزوجات اليوم التي تعيش شقاء في حياتها مقلوب. تعيش مع نفسها لزوجها للأسف، ونحن مطالبون أن نعيش لله ثم لأنفسنا، ثم بعد ذلك اختر ما تشاء. نعم. أن تعيش لزوجها هذا معناها أنها تعاني من حب مرضي. هذا الحب إما أن يكون حب تملك أو يكون حب تعلق، ولن تعلق قلبك إلا بالحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. نعم. وإلا كل تعلق بالبشر يكون حبا مرضيا. أيضا نقول للزوجة التي ربما تقول تشتكي من زوجها الذي ربما يستمتع بأشياء خارج البيت، نقول إن كان يستمتع هو خارج بيته فاستمتع أنت في بيتك. صحيح. إذا كان يستمتع حتى بمعصية الله فاستمتع أنت بطاعة الله. يا سلام. ويحصل الميزان. ويحصل الميزان. نعم. السعادة الزوجية يا إخوان ويا أخوات ليست أبدا زوج أسعد زوجته. نعم. هذا المفهوم الخاطئ للسعادة الزوجية، وليست زوجة أسعدت زوجها. السعادة الزوجية هي زوج أسعد نفسه وزوجة أسعدت نفسها. إذا التقيا في المساء في بيت واحد في ساعة واحدة فقط ستكون المعادلة سعيد زائد سعيدة تساوي سعادة. سعادة كلية. خلاصة الجول. نعم. في أقل من دقيقة. نعم. دكتور سمير. نعم. خلاصة الجول في أقل من دقيقة. في أقل من دقيقة. نعم. سبحان الله. نعم. طيب إذا نقول أنه السعداء في العالم ليسوا أناس أسعدتهم الظروف، بل هم أناس اختاروا السعادة مهما صعبت الظروف. نعم. فالسعادة قرار واختيار، فاختر أن تسعد وخذ القرار وانطلق بإذن. نعم. الله، والله عند ظن عبده به. والأشقياء في العالم ليسوا أناسا أشقتهم الظروف، بل هم أناس للأسف اختاروا الشقاء مهما حسنت الظروف. فأنت لست شخصية ممثلة في سيناريو حياتك، أنت كاتب سيناريو. نعم. خذ القلم واكتب قصة نجاحك كما تريدها أنت. شكرا جزيلا دكتور سمير دحريب. الله يبارك فيك. مستشار الأسري والتربوي ورئيس الاتحاد العالمي للتدريب والإرشاد الأسري. سعدنا صراحة. ونحن أكثر والله. ضيق الوقت في السودان، لكن آمل أن تكون هناك حلقة أخرى نسعى ونجتهد إن شاء الله. بإذننا. شكرا جزيلا. الله يجزيكم خير ويبارك فيكم إن شاء الله. الله يكرمكم. شكرا على الاستضافة ولكل الطاقم ولكل القناة والقائمين عليها. نتمنى إن شاء الله لكم كل النجاح والتوفيق في الوصول إلى أهدافكم وتحقيق رسالتكم إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. نامل أن نفوز بحلقة أخرى مع دكتور سمير، لكن نبحث في هذا. نلتقي غدا إن شاء الله في الأجال والحديث عن التراث القومي، أثارنا اللي مهجورة اللي ما في حد قادر ينقب عنها، وأصبحت الآن هي ثروات وكنوز لدول كثيرة تجني منها الأموال الطائلة والعملات الصعبة، مع بروفيسور رشيد إسماعيل البيلي غدا في هذه الحلقة من التراث القومي. إلى ذلك الحين تحياتي والفريق العامل في أمان الله.